أول مبيت عند أبي وتوت. أتحرك شوقاً لأرى بيته الجديد. اشتريت صباراً يغني للبيت الجديد. تهنينا على بيتك، 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 تهنينا على بيتك. لا أفهم لما يجب أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في بيت أرتورو. نعم، لا أستطيع النوم وحدي، فأنا أخاف وحش الخزانة. كف عن هذا القلق، طبيعي أن يقضي العطلة مع أبيهما. لكن سريرهما هنا، هذا بيتهما، لما لا يذهبان للسينما؟ أو ينظف غرفتهما. سوف يكونان بخير، اهدئي يا أمي. أهدأ؟ أرتورو لم يمضي أي وقت معهما منذ عامين، وهو لا يعرف كيف يعتني بهما. ماذا لو نسي إطعامهما؟ أجل! أنا لست طعاماً! إنهما سيتدوران جوعاً! أفضل من تناولي! أنا أعتقد أن الملل سوف يقتلهما، فلا لعب لديه، أو ملصقات، أو مهام، أو أي شيء. ها هي مشكلتك يا سيد ناكامورا. طابت ليلتك. لن تطيب ليلتي أبداً، قلق يمنعني من النوم. لم يأخذ بوبي خوذة النوم إلى هناك. ماذا لو سقط من الفراش؟ بشدة. أأنتما بخير؟ ماذا عنكما؟ هل قضيتما وقتاً بشعاً؟ لابد أنكما جائعان. أنا أعرف، تعاليا معي، كلا، هيا. في الواقع قضينا وقتاً رائعاً. ماذا؟ شقة أبي رائعة حقاً، ولديه تكييف مركزي ومغطس كبير. واشترى لروني آن مشغلاً لألعاب الفيديو، واشترى لي هاتفاً أحتفظ به في شقته. هذا رائع جداً. رائع. ألا تريني ما يحدث؟ أرتورو يحاول جعلهما يحبانه أكثر منا. حدث هذا بالضبط لمصففة شعر ابنة عم صديقة خوانيتا. بدأنا. أحب أبناؤها بيت طليقها لدرجة أنهم أرادوا قضاء وقت أطول وأطول معه، وسرعان ما أصبحت بالكاد تعرف أبناءها. أمي، هذا شيء سخيف. حسناً، إذن سأتجاهل الأمر. لن نتجاهل هذا الذي يحدث، إنهما يعيشان هنا. لما يجب أن أشارك؟ هل سأحصل على وجبة؟ سأعد لك البوريتو. اسمع، سأريهما هذا الأسبوع أنه لا يوجد بيت أفضل من هذا البيت، وأنت ستشتري لهما أجهزة إلكترونية أكبر. ما الذي تقولينه؟ هذا مهم يا هيكتور، هذه هي فرصتنا. لكن بوبيتو، ليس عليك أن تخرج القمامة، هيكتور سيفعل. واو، لم تسمح بحفلات المبيت من قبل، ما المناسبة؟ أوه، لا مناسبة يا رونالدا، أحبك فحسب. وانظري، صنعت هذا أيضا. طابقان! هذه هي اللعبة التي اشتريتها؟ هذه لعبة كلاسيكية. عجباً لهذا، لحسن الحظ أنني اشتريت هذا. بيب بوب بيب بيب. أنت لا تتحمل أي مسؤولية يا هيكتور، عرفت أنك ستشتري الأرخص، لن أشكرك. كانت عطلة ممتعة جداً، أخذنا أبي للتسلق وركوب عربات التسابق. يظنان أنه مصدر المرح، وأنا أستطيع أن أكون أروع جدة. متأكدة أنك تريدين عمل هذا؟ طبعاً، لطالما أردت التزلج. دعيني أساعد. أنا أفعلها. يا له من هبوط متقن. هيا يا بوبي، ارمي لي الكرة. أنت مطرودة. أعني، أنت بخير؟ رائع أنك تريدين معرفة هذه الموسيقى. تعرفينني، لا أكتفي من 10 is evening. اسمها 12 is midnight. يشتهرون بحركاتهم.
تجربي.